اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره. الاستاذ الكبير الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن اسلام؟ ازي حضرتك؟ بوجودك حضرتك فندم. ربنا يخليك كابتن. كله تمام، سعيد جدا بوجود حضرتك معانا. ايضا الاستاذ ايمن جلبرتو. ازيك يا ايمون كابتني؟ اخبارك يا حبيبي؟ الحمد لله كله كويس، كله ماشي. اموركم عامله ايه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. استاذ عصام خليني ابدا مع حضرتك. اتفضل. بعيدا عن الدوشه والقصص اللي دايره خلال هذه، اولا طبعا بقاء الدوام لله، يعني انا خلال هذا الاسبوع طبعاً دايما بنعزي انفسنا وبنعزي كل ضيوفنا لوفاه النجم الكبير كابتن احمد رفعت. فالبقاء والدوام لله. البقاء والدوام لله، ربنا يا رب يجعله في جنات وعليين باذن الله تعالى. راجل عمره ما زعل حد، كل الناس بتحبه، ان شاء الله في جنه باذن الله تعالى. ربنا يصبر اهله يا رب. يا رب ربنا يصبر اهله. بس بعيدا عن الدوشه والقصص اللي بتحصل ده، هو احنا ينفع نتكلم كوره؟ يعني طبعا، يعني هل ينفع ان احنا بدل ما نقعد نقول اصله مين عمل ايه ومين عمل ايه؟ بصراحه النهارده برضو موضوع المنتخب الاولمبي ده، يعني انا كان نفسي برضو الحلقه النهارده تمشي بهدوء، ولكن ما سمعته. هدوء صعب يا كابتن. لا يعني تمشي فني، بلاش هدوء. ما انا فاهم قصدك، ولكن طبعا طبعا ما سمعته عن موضوع المنتخب الاولمبي بغض النظر عن مين اللي غلطان، هو ده ممكن يحصل؟ يعني والله العظيم ثلاثه، انا وانا طالع بقول الخبر، والله العظيم انا بقول للناس يا جماعه احنا مش الكاميرا الخفيه، ده حقيقي، ده حصل. سمعنا حضرتك انه ايمن. هل ده بجد؟ لانه عارف لو ما بعيدا، مش عايز اعرف مين اللي غلطان. يعني بغض النظر، ما ينفعش يا كابتن. كابتن المنتخب راح بالراجل بالمدير الفني بالطاقم بالاداري بكذا، وصلوا المطار. ما رضيتش اقرا، ما رضيتش اكبرها. وصلوا المطار بالعكس. يعني الاشياء ممكن تكبر علشان نلاقي حل. احنا مش دعاة يعني فرقيه زي ما حضرتك قلت، صحيح، لكن كمان احنا مش الكاميرا الخفيه. في جمهور بينتظر، في ناس حلمها مع الجمهورية التانية، مع مصر الجديدة، إنه الرياضة بقى يبقى فيها الشغل ده، يبقى فيها لمسة. لكن حتى قول البيان الذي حدث بالفعل وخلاص، يعني لن يحدث شيء. يعني لا، أصل هو البيان يا فندم اللي بيتقال، هو بيتقال إن ما في لسه، ما فيش تأشيرات، مش حاجة اسمها كده. هو ينفع منتخب مصر، منتخب مصر، منتخب مصر ياخد وقت طويل في التأشيرات يا كابتن؟ ولا كانوا عاملين حسابهم يا أستاذ عصام على أنا أقول لحضرتك معلومات. اتفضل. احنا فضل. في سيدني 2000 التأشيرة بدم، بترسل البعثة الأولمبية، الكل خد تأشيرة خلاص. انت بس ربما الإعلام هو اللي بيروح بنفسه للمكاتب اللي بقت بديل الكونسوليات، يعني عشان الزحام، هو ده اللي بيروح. ومع ذلك يعني 100% 100% عشان دي طبعا سفارات أجنبية، نقولها بالأجنبي، هتاخدها ما فيهاش هزار، لأنك راح في مهمة مع دولتك. وبالتالي في سيدني 2000 كان الاي دي كارت والتاشيره، انا والزملاء لما رحنا، والله يرحمه سامي عبد الفتاح كان معايا، اخويا الكبير طبعا، استاذنا والكاتب الكبير، اتحولت التاشيره للاي دي كارت كده اهو، يعني بطريقه او باخرى، وراحت معمول البلاستيك. والان في فرنسا نفس الكلام، فما حدش يقول انها هتتبعت هنا. لا، ولكن في عدد محدد من الايام، يعني ما ينفعش تروح بدري فرنسا. يعني انت عشان تروح انت راح عايز تروح تسافر النهارده فرنسا، كان المفروض تسافر النهارده صح؟ اي وقت هتروح يا كابتن الخلاف هيبقى حوالين، هيدخلوك القريه. انا مش هتكلم الا في حاجه اعرفها، الخلاف ميعاد دخولك القريه امتى؟ ما قبله حضرتك تروح تسافر. هل الاي دي هات دي بتيجي اول ما توصل هتاخدها؟ ايوه، ما هو الناس عامله حسابها ان هي هتوصل قبل الماتش الرسمي باسبوع مثلا. اي وقت هي جاهزه؟ هي جاهزه. لا هي مش جاهزه، ما هي لو جاهزه كانت بعت لهم النهارده. لا ما بتتبعتش يا كابتن، وانا متاكد حضرتك بتاخدها هناك، لانه حضرتك هتسافر ازاي؟ عبر ضابط الاتصال، عبر ضابط ما انا جاي لحضرتك اهو يا جماعه، عبر ضابط الاتصال في قرار وزاري ببعثه اولمبيه، دي اماره لابسه بدله واحده. المطار بتاعنا مش هيوقفك، هيوقف المطار بتاعنا اللي عنده تصريح واللي عنده حاجات عشان يخرج منظم. علاقته ايه بالتجنيد؟ علاقته ايه بالدراسه؟ علاقته ايه بكذا؟ هذه الاوراق تفحص، لكن الدوله بتقول للجوازات هذا ذاهب مع البعثه الرسميه التي لا رئيس بقرار وزاري، اتفضل اركب. انت بتروح بقى كل حضرتك بتقوله ده، كل المطارات بقى حتى في افريقيا يا كابتن بيبقى فيها مكتب للبطوله. الحاجه الوحيده اللي هتبقى فاضله حضرتك هتروح القريه الاولمبيه امتى؟ هو ده اللي مش من حقك تقول لهم اجي اسبوع بدري، لان لا دي اعاشه وفلوس. لا لا، دي حاجه تانية، بس تمام. انا قصدي اقوله لحضرتك، لكن مش هيوقفك عشان يبعت لك الاي دي كارد. لا لا، اللي انا عرفته بقى دي معلومه، المعلومه اللي... لا طبعا بعيد عن الاي دي كارد. عارف لو كانوا بيبعتوها يبقى لا فرنسا لسه عايشه على لمبه. لا لا بعيد، لا طبعا بيتبعت لهم حاجات تانية، لكن انا قصدي اقول لك ايه، انه ما بيتبعت لهمش الاي دي كارد. ما قالوا كده الاي دي كارد مستنينه يجي. ايوه، ما ده عشان هم عملوا غلطه، عشان هم عملوا غلطه
الاي دي كارت ده حتى لو بيجي باي ميل او اللي هو ارقام معينه او حاجه معينه عشان ما نبقاش بنقول على حق فرنسا حاجه، لكن حتى لو بيجي بيجي في وقت معين ليه؟ لانه انت ليك هناك اعلنوا ان سيتم استقبال الوفود الرسميه. ما ده اللي بقوله لحضرتك. ايوه ما هيخش ازاي قبل ما قبل هيخش يا كابتن ويسكن على حسابه، لان هو مش هيعرف يخش يا استاذ. لا مش ممنوع يا كابتن والله ممنوع. هيخش ازاي من غير هيخش بايه؟ هيخش بالتأشيرات بتاعته، لان ما هوش تأشيرات هو ده قال كده يا كابتن. الناس اللي رايحه دي يا جماعه بس ادوني فرصه، الناس اللي رايحه دي لما تنزل صاله المطار الناس المسافرين هيروحوا كده وهم هيروحوا كده، هم هيروحوا على الاوفيشال هيخشوا ازاي بتاع البطوله. أيوة. ما هو ده ليه وقت معين. واضح ان ده مش هنا بقى دلوقتي. بيبقى فيه ضابط اتصال هنا، هو بقى ما بلغش يجوز، لكن ان هو ما يروحش عشان في وقت معين للوصول مفيش حاجه اسمها كده، كل الفرق من حقها توصل. لا لا ده اللي اتقال لي رسمي. رسمي بقى انا اسف. لا لا ده انا كلمت حد في الاتحاد رسمي الحقيقه، قال لي يا كابتن اسلام الوضع 1 2 3 وبيروح هناك ان احنا لينا وقت محدد. طب هم ما يعرفوش ازاي ان لينا وقت محدد؟ قال لي احنا عارفين الكلام ده وبعتين من مشكلة. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي احنا باعتين من بدري للسفاره عشان ناخد الشنجن من بدري. عشان هم رايحين يلعبوا تقريبا ماتشات وديه، عشان رايحين يلعبوا ماتشات وديه قبل الفتره بتاعه الاولمبياد. مش حاجه اسمها كده ازاي يا استاذ عصام؟ لا انا رايي حضرتك مشيني من الاستوديو. انا رايي والله لا مفيش حاجه اسمها كده يا استاذ عصام، لان دي سفارات بتحترم مواطني الدول وبتديهم نفس التاشيره هي وبيسمح لك يا عم ادولهم خلاص اوريدي انت مسجل عندهم. دي البعثه الاولمبيه، امال يعني ايه المنتخب الاولمبي ارسل الاسماء؟ فاكرين الكلام ده؟ كلام هو ده حاجه تانية. ما ده الاسماء دي ليه؟ عشان تدخل مش عشان تلعب. طب تفتكر يا استاذ عصام ليه المنتخب ما قدرش يسافر في الميعاد المحدد؟ في غلطه بقى في حجز الطياره في امر الطيران، معلش بقى امر لكن الطيران ايه؟ امر الطيران ما هو الطياره عشان طلعوا الورق بتاع ان هم دفعوا كل حاجه في الطياره وكل حاجه مدفوعه لكن ما عندهمش الفيزا بس. الطياره طب ازاي انت تروح المطار وانت ما عندكش فيزا؟ ما انا بقى يعني ما لما تبقى حاجه غريبه جدا بقى يسمحوا لنا ان احنا بقى نتناولها بكل بمعلوماته بقى، يا اما يجيبوا لنا معلومه واحده. المعلومه اللي حضرتك ما هي المعلومه اللي عندي كده يا فندم، ان ايه؟ ان هم هناك شيء ما حدث في الطيران نفسه، في حاجة اسمها أمر الطيران، يعني الطيارة دي مش هتطلع عشان أنا حاجز طيارة خاصة. ما أعلمه يبدو أنه ما حدش أبلغ الشركة اللي متأجرة منها الطيارة على ميعاد بعينه، يعني كان متقال من أسبوع ولا حاجة. تمام؟ حلو. وبالتالي يلا بينا النهاردة، هوب الورق ده مخلص، الإذن الطيران ده مخلص. ده المفروض يخلص بكرة مثلا؟ المفروض. طيب لو ما سافروش بكره؟ يوم ما سافروش بكره بقى يبقى في حاجه، يبقى في مشكله في 22 اداري مصاحبين للفرقه. للمنتخب الاولمبي بس؟ يعني من ضمن بقى بتوع الاتحاد ومش عارف ايه، يبقى ده بقى اللي مستني شنجن وانا على مسؤوليتي، يبقى ده موضوع ثالث. انا بجد ما هو صح. بص والله عنده والله العظيم يعني ما حدش فاهم حاجه. كلام ما حدش فاهم حاجه. يعني انا الكلام اللي اتقال لي حاجه والكلام اللي بيتقال لك حاجه ثانيه والكلام اللي بيتقال للاستاذ عصام حاجه ثالثه وكلام غريب جدا. هو على فكره كلام الاستاذ عصام بيقوله ده كلام منطقي، هو ده اللي بيحصل في كل حته في العالم، ولكن في وقت معين. يعني اللي هو ايه؟ البطوله هتبدا مثلا يوم 20، فانت ليك لغايه من يوم 14 ليوم 20 مفيش مشكله. قبل 14 لازم تاخد يعني لازم تاخد تاشيره لو داخل البلد او حتى تاشيرات اللي عندك ويبدي بحجزات الاوتيلات والمصروفات عشان لا يحمل الدوله المنظمه اي عبء. لكن مفيش شنجن تاني يا جماعه، الباسبور مش هيشيل 2 شنجن، ده اجراء خطير ما حدش يعمل كده ابدا. اوكي بوضح. يعني هو في مشكله خلاص، هو المهم ان في يعني مشكله كبيره في الاخر. انا شخصيا هي ايه المشكله برضو يا معلش؟ انا دلوقتي كلاعب كوره ماليش علاقه باللي بنتوا بتقولوا ده، وعمالين لو انا قاعد بيتفرج علينا واحد دلوقتي هيقول لك انا ماليش علاقه باللي بيحصل. انا علاقتي الوحيده ان انا عندي ماتش يوم 14 و17 ودي عشان العب احضر نفسي اليوم 24. وده نوع من انواع العبث اللي احنا عايشينه يا كابتن اسلام. عبث اداري خطير جدا. بتتكلم على اتحاد كره بيحتفل بال100 سنه، يعني بنحتفل 100 سنه او 101 سنه كوره واتحاد يعني، وبنتكلم في امور ان الناس فجاه تطلع تقول لك انتوا بتنتقدوا وانتوا بتهاجموا، بتسمع تصريحات غريبه، سيارات الاسعاف، لا الناس تبعت سيارات نقل الموتى طبعا. فده اللي هو ايه يا كابتن اسلام؟ بجمله اللي احنا عايشينه. فده بالمره. فالنهارده طب هتيجي تحاسب مين؟ هتقعد برضو نفضل ايه تشكل لجنه ولجنه تشكل لجنه وانا افكر حضرتك حاجه، مش هنلاقي حد
يتحمل المسؤوليه. هنلاقي ايه زي ما استاذ عصام كان بيقول ايه، ان مثلا لو اللجنه الاولمبيه محدده ان المنتخب الاولمبي فيه 18 لعيب وفي 15 فرد من الجهاز الفني، ممكن نلاقي ان مثلا البعثه لو هي من المفترض تطلع 30 شخص على نفقه اللجنه الاولمبيه الدوليه او الاولمبيكس يعني في باريس، هتلاقي ان انت ممكن عندك 50 60 واحد في البعثه مثلا، فدول صحيح المصروفات او الاجراءات اللي بتبقى زياده ممكن انت تكون مثلا ما خدتش فيهم الاجراءات اجراءات معينه، او زي ما الاستاذ عصام كده بيقول امر تاني ان انت ما بلغتش مثلا ان انت المفروض هتسافر في الوقت ده، فالشركه الخاصه بالطيران مثلا ما كانتش مجهزه. حصلت مع فرق قبل كده يا جماعه مصريه الطياره في الرحلات الخاصه، هو من الواضح ان لا انا اتقال لي اصله حاجه ما بعرفش ما هو يعني مصدر اخر بص يعني غير بص اللي خدت منه احنا لا كل حاجه جاهزه، احنا دافعين كل حاجه وعاملين كل حاجه كابتن بالعقل لا والطياره مستنيه وكل أيوة حاجه معلش بالعقل بالعقل بالعقل. اصل احنا مش في بلد، والمنتخب بتاعنا كان منقطع في فندق وفجاه قالوا له يلا روح المطار، فما راح المطار فوجئ ده اللعيبه دي لبست وتهندمت ويلا يا ابني الباص اهو يلا اطلعوا على المطار اللي هو مطار القاهره عشان نركب الطياره. ازاي في اجراء غلط؟ مفيش معانا مهما كان بقى صحيح على رايك مفيش معانا كان مفيش معانا غلط مفيش معانا اجانب. بقول لك ايه يا استاذ عصام، اللي انت بتقوله صح واللي انا بقوله صح واللي ايمن بيقوله صح واللي فلان هيقوله صح كل ده صح، المهم ان في حاجه غلط حصلت. افكركم بحاجه، مش كان الكلام على يوم الخميس الصبح؟ لا ما هي الطياره الخاصه تطلع في اي وقت. بس كان الكلام المعلن واحنا كاتبين كده. لا هو قال الاربع، قالوا الخميس صباحا بعد المران، يا اما صباحا يا اما مساء المنتخب يغادر. الكلام ده الاسبوع اللي فات. ممكن بقى حضرتك عشان انت اضرب، بقول لحضرتك دي الحاجات اللي بيبعتوها. ثم فين اصلا اللي المفروض يطلع يكلمنا؟ مدير المنتخب، انا اسف يعني. طب ما تحاولوا تجيبوا لنا كابتن، تجيبوا لنا الراجل حرب ده يا جماعه بعد اذنكم يا محمود، لو سمحت كده حاول تجيب لنا كابتن حرب نفهم منه يفهم اين الخطا يعني. مش عايزين نعرف اين الخطا، ولكن نطمن الناس بس المنتخب هيمشي امتى، على ماذا سيحدث خلال خير إن شاء المرحله الله. القادمه بسيطه يعني، ما بجد والله ما فيش حاجه، بس قولوا لنا ان ما في يعني خلاص خلصت الشغلانه، انما في الاخر واذا تتحدث بعدين اللعيبه لا قدر الله لو اتغلبنا ولا حصل هيقول لك يا عم دي لعيبه فاشله، أيوة. ده لعيبه مش عارف ايه ومعاهم مدرب دافعين فيه فلوس رامينا في الارض، مع ان الراجل مدرب كويس على اللي طبعا أنا عنده سي في وعنده سي في جيد وعنده شغل نتائجه حتى في البطوله اللي هي الخاصه بالتاهل نتائج جيده جدا طبعا، المنتخب يعني العناصر اللي فيه مميزه، فلا الامور من المفترض اصلا، وكمان الظروف اللي في البطوله اللي الواحد شايفها والمجموعه والمنتخبات حتى بتقول انه يعني ممكن المره دي عندك فرصه او امل توشك ان انت على ميداليا ان انت تنافس حتى او توصل لفكره المربع الذهبي عكس الفترات السابقه يعني. ف يعني اتمنى ان قصه العبس الاداري اللي بتعيشه الكره المصريه ده يخلص، لان في الاخر كلنا متضررين، احنا كلنا عايزين نتفرج على ماتش كوره ونتبسط مبسوطين، لكن احنا عايزين نقف مع منتخبنا الاولمبي بالظبط كل حاجه، لكن النهارده هتيجي تطلع لي مشكله اللائحه مش عارفين تنظموها، اللي مش عارف ايه مش عارفين بيحصل في ايه، حتى انا اسف يعني القضيه اللي فجرت بعد مباراه بيراميدز والاتحاد عن اصل مايلي معاه انذارين لا معاه ثلاثه، ما عندكش سورس رسمي تخش تدور اللعيبه اللي بتاخد الانذارات في الدوري، عارف ليه؟ لان فين؟ السورس ورقي حتى الان يعني في دفتر كده بالظبط في دفتر لا ده بجد لا ده الصوره اللي منتشره فضيحه، عارف الصوره اللي منتشره للانذارات اللي بتاخد ده انا ممكن اكتب ده انا تحت ممكن اكتب حاجه طبعا لا الدفتر ده غير رياضي ومشطوب اولا الدفتر ده بيبقى دفتر كده او لا معدود، احيانا في دفاتر بتبقى رسميه معدوده ومختومه بخاتم شعار الدوله عشان ما حدش ياخد ورقه زياده او ينقص ورقه، فيقول لك هذا الدفتر مسلسل 100 ورقه مسلسل، في دفتر بقى ما لا مسلسل ولا حاجه كده، انت راح ماتشات كحكم يروح مديلك شويه عشان يبقوا معاك تمام بقى. تغلط في حاجه تصلح تعمل ازاي بعد 100 وحاجه سنه كوره، اقدم واحد من اقدم الاتحادات في العالم مش حاطط ده على ابلكيشن، يعني انا وانت واي حد يخش اداريين الفرق تخش على ابلكيشن موقع يا كابتن الموقع الرسمي لاتحاد الكره او موقع رسمي رابطه الانديه او اي حاجه، لان الناس بتعتمد على الناس بتعتمد على الابلكيشنز اللي هي اللايف سكور، انما انت تقول لي مصداقيتها مش 100% اصل في الورقه هي اللي سلمها الحكم، سلمها لمين ومين اداها لمين ومين ما يقولش انها شدت او ما شدتش،
طب ما تبينوا الامر وننهي القصص دي وتبقى لصالحكم ولصالح. انتوا بتزعلوا على جهدكم وعلى الناس اللي بتطلع ان جهدكم غير مشكور ولا انا غلطان؟ خلوه مشكور اهو، اعملوا الحاجات دي. النهارده الناس اثارت جدل على موضوع مايلي ده قبل مباراه الاهلي، والنهارده ان انت الناس تتكلم ده اه ده ممكن يتخصم على اساس ان انت بتراجع، لان حتى في التلفزيون ما دي حاجه بنواجهها. انت في التلفزيون الحكم لما بيطلع كارت، لو في ثلاثه لعيبه واقفين والحكم مثلا طلع الكارت كده او للدكه مثلا طلع كارت للدكه، محدش بيبقى شايف، ممكن تبقاش عارف ده لعيب ولا اداري ولا مدرب. تفاجئ بعد كده لا اصل اللعيب يعني كان في كيس، عشان نقفل القصه دي اللي طارق حامد مثلا في سنه من السنين والناس قالت لا ده لعب ومعاه ثلاث انذارات، فلما عملنا اتصالات وراجعنا الانذارات على المواقع مفيش، كلها بتقول اه ان طارق حامد لو بالتسلسل ده يبقى هو لعب وهو معاه ثلاث انذارات. لا ده طلع ان هو وقتها كان مثلا الكاس بيتراكم مع الدوري، وهو كان حكم اجنبي في مباراه امام الاتحاد السكندري، وفي الاكسترا اللي هو الوقت الاضافي هو خارج من الملعب كان في مشكله خد انذار بعد البث ما اتقطع أيوة. ده اتسجل وقتها ده الانذار الثالث، وهو توقف الماتش اللي بعديه، بعد كده بنعد من الاول. فهي الحاجات دي كلها لو النهارده اتحط على سيستم وعلى الموقع الالكتروني انت النهارده تقدر تخش عليه تراجع كل الحاجات دي حيلة. الموضوع سهل، لكن احنا في عبث. فالنهارده حضرتك لما تيجي تقول ان المنتخب الاولمبي ما سافرش عشان خطا اداري فده بجملت يعني. قول لي يا كابتن، قول لي يا كابتن مدير مدير الفريق ازاي ما يردش على تليفونات؟ ليه ليه ليه؟ انا والله عمال ابعت له، انا بسال حضرتك ليه؟ ليه هو ده غلط او عيب يعني؟ طمن الجمهور، ده انت في قناه ما هياش فاتحه ابوابها علشان على راي حضرتك تناقش وتؤزم الامور. انت بس عايز تقول للناس، انا بس عايز اريح الناس، لان انا لما حد دلوقتي والله انا حد بعت لي دلوقتي بيقول لي يا كابتن طب يعني هنعمل ايه وهيسافر حد يعني اهو، طب نشوف في قناه تانية ولا نعمل ايه؟ ما احنا عايزين حد صحيح يعني يقول لنا ايه اللي بيحصل. احنا معلوماتنا، انا معلوماتي زي استاذ، المهم يعني ان في خطا. طب الناس هتسافر، انا مش عايز اعرف مين اللي غلطان، عايز اعرف الناس هتسافر امتى. ادي حاجه، هل اتحط على الموقع الرسمي الكلام ده؟ حضرتك جبت من مصدر وانا من مصدر صحيح. وربما غيرنا من مصدر، طب ما تكتبوا كتوبه وتحطوها على الموقع. ما اتحط على الموقع الكلام اللي انت اكيد وصل لحضرتك. ما هو الكلام اللي اتحط ده يا كابتن ما ينفعش والله، هو ما ينفعش الكلام ده، هو ده اللي موجود. مش هو ده اللي موجود يا سمير؟ وريه لنا كده لو سمحت البيان بتاع اتحاد كره القدم بعد اذنك نشوفه، لانه الحقيقه بيان غريب جدا وبيان ما مش عايز يتقرى يا كابتن يعني، عشان حتى نشوف اللغه مودينا فين. انهت بعثه المنتخب الاولمبي اجراءاتها الخاصه باستخراج تاشيرات السفر الى مدينه بوردوف بفرنسا، وذلك لاداء مباراتين وديتين مع اوكرانيا يوم 14 يوليو ثم العراق يوم 17 استعدادا للمشاركه في منافسات اولمبياد باريس 2024. ومن المنتظر ده اللي انا بقولك عليه بقى يا استاذ عصام، ان التاشيرات اهي، ومن المنتظر استلام التاشيرات بالتنسيق مع اللجنه الاولمبيه، ده الكلام اللي حضرتك بتقوله، طبقا لاجراءات السفاره الفرنسيه واللجنه المنظمه لدوره الالعاب الاولمبيه خلال الساعات القادمه، ومن ثم التحرك الى مدينه بوردو الفرنسيه، ثم تسافر البعثه بالطائره الخاصه التي تم حجزها وسداد تكاليفها بعد استلام التاشيرات هذا، ويواصل المنتخب الاولمبي تدريباته كذا كذا كذا. الكلام ده لو كانت اللعيبه ما لبستش بدل وراحت مطار القاهره، الكلام ده يتقال واحنا كلنا منتظرين بيان امتى يسافر المنتخب الاولمبي، واللعيبه اهلها راحوا بعتوا لها مثلا فاكهه بتاع يعني المعسكر زي ما هو، لكن انت بتقول لي بيان زي ده واللعيبه راحت المطار ورجعت ازاي يعني؟ ثم من الاخر اهو، وانا مش محامي السفاره الفرنسيه، لا شأن للسفاره الفرنسيه. ادي اماره، اولا القسم القنصلي هو بتاع التاشيرات، ثانيا وده اهم من اولا البطولات الدوليه والاولمبيك جيمز وكاس العالم في القلب منهم، دول اصلا مخصص لهم قسم خاص ما عدا الصحفيين. طيب الاستاذ محمود سعيد تواصل مع كابتن حرب وقال له ان هو طبعا يعني مش هيقدر يعمل مداخله دلوقتي. ليه ان شاء الله؟ انا مش عارف، هو انا محمود ممكن تقول لي هو قال لك مش هعمل مداخله دلوقتي صح؟ عشان على عشاء او على حاجه، المهم يعني قال له مش هقدر اعمل مداخله دلوقتي. ولكن طب الاستاذ محمود رئيس تحرير ساله قال له طيب يا كابتن محمود ممكن تقول تطمنا هتسافروا امتى او هيحصل ايه الفتره اللي جايه؟ قال له لسه ما عنديش ان شاء الله. صح كده محمود ولا في حاجه ثانيه؟ ده اللي حصل بالظبط. ان شاء الله ان شاء الله. يعني كان نفسي اطمن حضراتكم لكل الناس اللي عماله تبعت لي، ولكن ما يعني اعمل ايه؟ ما هو انا اهو ده كابتن حرب مدير المنتخب، مش يعني مش حد
اكيد هيبقى عنده خبر. اولا هو بس للامانه هو ليس قريب يعني اسد لواء يوسف الدهشوري حرب، لان اللواء يوسف الدهشوري حرب ابونا كلنا اللي اتعلمنا منه. لا طبعا كل شيء حرب دي كانت صفه وليست اسم عائله، بقى على العكس محمود هو عائلته حرب يعني عشان الناس تعرف الفرق بس. يعني طيب لا شأن للواء حرب بالراجل خالص. طيب هنتكلم عن مباراة مهمة يوم الجمعة إن شاء الله، مباراتنا أمام نادي بيراميدز، ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. أستاذ عصام، مباراة الأهلي وبيراميدز في الأول، بس هو سؤال مهم جدا لانه يعني كل شويه حد يبعت لي يقول لي مصل احنا لو ما كسبناش لا قدر الله، او حد تاني يقول لي لو كسبنا يبقى احنا خدنا الدوري. لا ما فيش كده في الكوره ولا في منازلات الكبير بحجم النادي الاهلي طبعا، لانه في الاخر الاهلي يلعب مجموعه مباريات يحصل منها نقاط وماشي في طريقه. يعني طبعا امام منافس مخدوم بيجمع نقاط هو كمان، لكن وانت تتحدث يعني حلوة مخدوم دي طبعا عن الكبير الاهلاوي لازم تبقى حاطط في بالك انه مع الكبار ما فيش حاجه اسمها او اذا، يعني اذا لم نفز ازاي يعني. اكم من مرات فقد الاهلي نقاط واستطاع تعديل موقفه لانها منافسه في الاخر، والاهلي يلعب يعني بقدميه وعرق لاعبيه وجهد ادارته ما عندوش حلول تانية يعني. وبالتالي لا خالص الامال كلها تنعقد ان احنا نرد الرساله ان جمهور النادي الاهلي يكون متواجد، يكون عنده هذه الثقه الدائمه في لاعبته ان هم اللي عندهم الافريج الاكبر للتواجد في ساحه مع المنافس الموجود حاليا، واللي حتى منافسك التقليدي بيزكيه لغيابه. وبالتالي لا المساله صعبه الا بقى اذا انت يعني كمشجع اهلاوي هذه لا تحدث حتى 1% بدات تقولوا احنا لعبتنا قد الكلام ولا لا، ودي عمرها ما تحصل من جمهور النادي الاهلي. فمفيش انا يعني انا رافض التساؤل والاستفسار بالشكل ده. طيب استاذ ايمن، سلسله انتصارات متتاليه ولكن دايما مباراه بيراميدز بيبقى ليها طابع خاص. اكيد طبعا النادي الاهلي الفتره الاخيره من بعد طبعا دوري ابطال افريقيا واستئناف مباريات الدوري مره اخرى في سلسله انتصارات في تجميع نقاط، ولكن مباراة بيراميدز أكيد هي في الفترة دي هي ليها طبع خاص وطبع استثنائي من وجهة نظري. طبعا أنا متفق مع حضرتك ومتفق مع أستاذ عصام في فكرة إن ما ينفعش دايما نربط الأهلي لو كسب أو الأهلي لو خسر إيه اللي هيحصل، ولكن المباراة فعلا المرة دي الأهلي بيواجه بيراميدز يمكن دي لأول مرة يكون يعني بيراميدز منافس للنادي الأهلي، وبيراميدز في وضع إن النقاط. هو في عدد فيما يخص عدد النقاط، وإن بيراميدز يكون قريب لهذه الدرجة من النادي الأهلي، وأن المباراة نفسها يعني أن النادي الأهلي للأسف طبعا في فترة من الفترات فقدنا تقريبا يعني كان عندنا 12 نقطة نقدر نحسمهم، ولكن خسرنا البنك الأهلي، تعادلنا مع الجونة وسموحة وإنبي، فالنقاط دي خلت أن أنت حتى بره قلت في 9 على الأقل من 12 يعني على الأقل 9 نقاط من 12 دول لو كنا خدناهم كنا نوصل للوضع الحالي اللي هو شبه الموسم الماضي، ان انت لما خلصت افريقيا وبتكسب انت بتبعد بالزبط. لكن انت المره دي الظروف خلت ان انت بتحاول ان انت تلحق بالمتصدر عشان خاطر اللي هو خلص عدد ماتشات اكبر وكمان مرتاح، فهنا صعوبه الماتش. ولكن خبرات النادي الاهلي، النادي الاهلي زي ما قلنا كده زي ما بيراميدز عامل سلسله انتصارات، النادي الاهلي عامل سلسله انتصارات فيما يخص عدد المباريات اللي عملها. يعني بيراميدز لو كسبان 14 ماتش متتالي النادي الاهلي كسبان 12 ماتش متتالي، حتى رقميا النادي الاهلي في امور كثيره ابعد من بيراميدز رغم عدد ان في 4 ماتشات اقل، فدي النهارده لازم تتحط في الحسبان. ولكن زي ما كنا بنتكلم كده انا استاذ عصام قبل الهوا، الفكره ان المره دي بيراميدز فنيا الدنيا ماشيه معاه، المدرب جيد، الفرقه يعني فكره المعلمين في الفرقه اقل شويه، فممكن ده يديهم استقرار الى حد ما فني، المكسب فكره المكسب يجيب مكسب، فهنا بالظبط هنا طبعا المباراه مرتاحين، فكره ان هو بيلعب ماتش كل يعني مش زي النادي الاهلي كل يومين يعني الدنيا مريحه معاهم خالص ويعني طلباتهم مجابه، فالنهارده كل الامور دي ممكن تخلي ان الناس قلقانه شويه، وده قلق طبيعي ومهم ان هو يكون موجود، الثقه الزياده تبقى صعبه، وكمان لكن في نفس الوقت مش معنى ان بنقول ما يبقاش في ثقه زياده ان انت تعطي المنافس اكبر من حجمه، ومنافس جيد بيقدم كره كويسه، ولكن في النهايه
النادي الاهلي عنده بعيدا عن الخبرات والتاريخ والارث كمان في الملعب يبقى فيه جمهور، فهنا عوامل كتير بنقدر نقول كان هي بترجح كفه النادي الاهلي في المباراه يعني. وعنده رقميا عدد المرات اللقاء، لانه برضو جمهور الاهلي لازم ياخد باله انه الذي ينافسك ليس امام يعني جوقه حوله الا ان هي تحاول توترك، ما اظنش هتقدر يعني، لانه في الاخر ما هو مره حد قال لك بعد اول ماتش لعبه الاهلي قال لك ان بيراميدز ده الفريق الوحيد الذي لم يهزم الاهلي على طوال تاريخه، وهو كان لسه اول موسم يلعب يعني. فحد صحيح عاوز يوترك، فانت ما تتوترش، انت تكون حاضر في مكانك كلاعب اول مع النادي الاهلي خلاص. وانا اعتقد ان كل الارقام وثقتك في لاعبتك وفي جهازك الفني وادارتك حاضره طبعا باذن الله تعالى. استاذ عصام، بمناسبه كلامنا، اداره النادي الاهلي الحقيقه من وجهه نظري وانا قلت الكلام ده امبارح اتخذت موقف مهم جدا جدا بعدما رات من اخطاء تحكيميه واضحه خلال الفتره الاخيره ضد النادي الاهلي وضد لفرق اخرى. نعم، بس ضد النادي الاهلي، ضد النادي الاهلي ولصالح فرق اخرى. فاتخذت قرار بان مباراتي بيراميدز والزمالك والمصري هيتلعبوا بحكام اجانب، وده تم في مباراه الزمالك اللي انسحب فيها نادي الزمالك، والنهارده او بكره ان شاء الله او بعد بكره ان شاء الله في مباراه بيراميدز. شايف الامر ده ازاي في ظل الاخطاء التحكيميه الواضحه؟ ما باليد حيله كابتن، كلنا شفنا لقاء يعني الذي يطلق عليه منافس الاهلي الموسم ده، شفنا ماتش مع الاتحاد يعني بيراميدز والاتحاد صحيح، يعني مش ممكن يعني مش ممكن يعني، انت كده كده عندك كل امور التفوق، الاتحاد كتر خيره بيعافر مع الراجل مصلحي ومجلس الاداره، لكن الاهلي لا ينظر دائما الا لصالح عام يعني، عشان الناس يعني لازم صدقونا انه الفكره مش فكره ماتشاتي انا، الفكره انه تاخد من التحكيم ده صوره يعني تتسق مع الحكام يا جماعه في مصر. والحمد لله ان اللي جه ده راجل لعب الديربي مدريد مرتين، اللي هو الحكم اللي جاي او قائد المجموعه اللي جايه دي، لعب ديربي، انا دورت عليه قبل ما اجي يعني، لعب ديربي مدريد مرتين اتلتيكو وريال مدريد، راجل حاضر دايما في كل المباريات، ما عندوش يعني الا ان هو يكون مع القانون. هي دي الفكره اللي بيبثها النادي الاهلي، واللي انا ما اعرفش يعني على كل شكاوى الحكام الى متى سيظل هذا هو حال التحكيم المصري. لا يجوز ابدا يعني انك انت تتحدثنا زي ما ايمن قال وزي ما حضرتك وزي ما كل ذي عينين بيبقى صعبان عليه ان في مصر الكوره يبقى ده وضعها. لما الاهلي مش زي ده كمان بيني يدفع ثمن كل الخطايا دي، ماتش زي ده كمان تحديدا بين الاهلي وبيراميدز، مباراه بقت قويه جدا، الفريقين على اعلى مستوى سواء النادي الاهلي او بيراميدز، حتى بيراميدز عنده فريق قوي وسكواد قوي جدا، وبالتالي كان نفسنا نشوف المباراه حتى بطاقم تحكيم طبعا صعب يعني استحاله. ده املك كمصري، شوف انت بتقول ايه، وكل واحد هيقول كده، لانه الحقيقه ما لدينا يعني يبقى من العيوب الاساسيه. يا سلام بقى لو كمان الملعب يا سلام والملعب للكره للجمهور وكذا، لكن في الاخر في ناس مش عايزه المنظومه تكتمل، يا سبحان الله، وما تفهمش ليه، زي اللي ما يقدرش يكلمك واللي ما يقدرش يرد واللي ليه ناس واللي حاجات ورقيه وحاجات تقعد تدار عليها، ناقص يجيب البتاع بتاع افلام ليلى مراد ده زمان والقلم الكوبيا. ليه مين قال ان مصر ما فيهاش كل هذه النماذج من التطوير؟ عشان كده دايما المواجهه بتبقى مع النادي الاهلي، لان هو الوقت اللي بيمتلك ناصيات دائم التطوير على اقل لنفسه، وعشان كده ما بيشتركش في اي منغصات اخرى الا لو مسته. الاهلي في موقفين ثلاثه عدوا من غير ما نقعد نشير لهم تاني، ما بيتكلمش. انت رايك ايه؟ قال يقول لك لا انا مستني تطبيق اللوائح والقوانين، طبقها عليا وعلى غيري، ما بيقولش على غيري وعليا. وبالتالي يعني بص، مساله القيمه المضافه للتحكيم الاجنبي دي مش هتلقى يعني اي من الفوائد الا اذا اخلصت النوايا وجيء لنا بالفعل بواحد نعلمه. أنا آسف يعني قريب كده من تجربة كلاتنبرج، يعني إحنا الوقت عايزين نعمل زي أنت فين يا جهاد، أنت فين يا كلاتنبرج، حد مشهود له بالتطوير بس تطلق يده ويجيب معاه خبرة. يا عم هاتولنا يعني هاتولنا الراجل التونسي الجميل الكابتن ناجي جويني، لا عيب أبدا يعني. لكن يا كابتن إحنا سمعنا عن حكم في ظل وجود لجنة جاب الكابتن عصام الفتاح، وده كلام بقى أنا حضرته معاهم بالتليفون، عمل لهم محاضرة على الغدا في بيت الحكم، حكم ما هوش في اللجنه. مش ممكن يعني، مش ممكن.
وبالتالي لا يمكن ابدا ان الناس يعني تحط راسها في الرمال في مساله تطوير. يعني عصب الكره هو التحكيم. يعني مقوله بوشكاش تبقى خالده ازاي؟ يعني المجر ده اللي كان عنده كل النجوم اللي بيشيلوا كاسات اوروبا مع ريال مدريد وغيره وما بتاخدش، قال لك خدوا اليورو، خدتوا اليورو ازاي؟ قال لك لقد افاء علينا اتحاد الكره بلجنه حكام رائعه فتقدمت الكره. مقوله خالده لبوشكاش، مش ممكن يعني. فعصب الكره هو التحكيم يا جماعه. صحيح صحيح، التحكيم مش ملوش مذاهب يعني خالص، هو مذهب واحد تطبيق لوائح، بتطبيق اللوائح، انا اسف، تطبيق قوانين كمان طبعا. هو ما فيهوش، ما فيهاش روح البروتوكول ولا روح القانون ولا روح وتعالى بكره. ما فيهاش تعالى بكره. فانت يعني الاهلي يعمل ايه اكتر من كده؟ يعني من قوت يومه بيضطر يحمي منتجه بده. ايمن، لو عندك السيره الذاتيه للحكم، يعني احنا جايبين كده ابرز ارقامه السنه دي، يعني قلنا المهم بالنسبه لنا هو الموسم الحالي. عمل ايه خافيير رخص؟ يعني هو واضح ان هو حكم من يعني بدايته، لو بنتكلم على بدايته عموما في الليجا تحديدا من موسم 2017-2018 موجود بيحكم باستمرار في الدوري الاسباني او في الليجا زي ما بنقول كده، وتقريبا متوسط ماتشاته يعني ما بيكترش عن 21 مباراه في الموسم، ما بيقلش عن 16 مباراه في الموسم، فده برده معدل جيد لحكم. زي استاذ عصام كده قال، يعني ده لو بنتكلم بص يا كابتن اسلام على الموسم الحالي، هو حكم ادار 21 مباراه، طلع 64 كارت اصفر وكارت احمر واحد، حسب 6 ركلات جزاء منهم 5 في الليجا. في الدوري الاسباني حكم 17 مباراه، في كاس اسبانيا حكم 3، وفي السوبر الاسباني اللي هي في السعوديه حكم مباراه اللي هي واحده من ديربيات مدريد اتلتيكو ريال مدريد، المباراه خلصت 5-3 في الاكسترا تايم. ده مشواره الموسم وحكم لهم واحده برضو في الليجا، في الليجا من المباراه كانت في الدوري الاسباني، كان خسروه ريال مدريد، خسرها 3-1. هو زي ما قلت كده كابتن اسلام، هو يعني حكم مواليد 91، في يعني مش كبير قوي مش صغير قوي، زي ما قلنا كده متوسط مبارياته، يعني كل سنه هو بيحكم له 16-17 ماتش في الليجا غير المسابقات الاخرى. فنتمنى ان شاء الله ان هو يعني يقدر ان هو يقود المباراه كده لبر الامان. هو ممكن يكون شويه في الانذارات، يعني انذاراته ممكن تكون كتيره شويه، لكن هو ما بيطردش كتير، ما بي ركلات الجزاء عنده بتبقى اعتقد بحساب، وده اللي شايفينه السنه دي. يعني هو 6 ركلات جزاء في 21 مباراه، يعني نسبه معقوله، تقريبا كملهم كمان 2 في مباراه، واحده في الليجا. فنتمنى ان هو يكون طاقم، هو اكيد جاي من غير يعني ما عندوش، مش خايف من حاجه، ما عندوش حسابات، مش قلقان، فان شاء الله يخرج بالمباراه. على فكره يعني اجاد او اخطا، الناس مش يعني لو اخطا هيقول لك ما هو حكم اجنبي، لو اجاد حكم يعني الامور بتاعتهم بتبقى طيبه يعني كده كده حكم اجنبي بالظبط كده، فالامور بتعدي، وده احسن لنا واحسن للبيراميدز واحسن لاتحاد الكوره. ولكن حلوه الجمله اللي كابتن عصام قالها، ان النادي الاهلي بنقوت يومه هو بيحمي منتجه، لان احنا بندفع يعني مصاريف كبيره، بنصرف كتير على قطاع الكوره، وعندنا ده منتج بتاعنا، احنا بنحاول، طالما المنظومه مش قادره تحمي الكوره فخلاص احنا على الاقل اللي هو ايه، انا بايدي انا بحمي، بحاول على قد ما اقدر احمي منتجي في الاخر عشان انزل العب في ظروف مناسبه جدا وطبيعيه، لان انت اللي بتذهب ببطوله فبتروح عشان تاخد دولارات عشان تجيب بيها شغلك، علشان لا بتاخد مديونيات ولا بتاع، وبتدفع ميه ونور. الاهلي صافي يا جماعه، وده اللي بيزعل الناس منه، لانه مش معقول كل لما مسؤولين كبار يسالوا ايه فاشلين، امال مين اللي عمل ايه؟ الاهلي. طب ما هو لازم يغلوا، طب ما تغلوا ليه؟ طب ما تشتغلوا، الموضوع اسهل من كده بكتير. يعني اعملوا النموذج وطبقوه، اعتقد انه ده فعلا هيكون مصدر جيد جدا اذا كانوا يريدوا، لانه الاهلي مش ضد اخطاء التحكيم ولا اي حد، هي في الاخر منظومه بشر، انما ما يبقاش بقى على راي كابتن اسلام فيها ارواح ومانجمنت ومش عارف ايه وضربات جزاء كرة ماء وحاجات كده، يعني ما يصعب فهمها. وبالتالي يعني نبحث ونرى، او زي ما بيقولوا ويت اند سي يعني. بس هو الراجل ده من اللي هيميزه ان الجمهور المصري اللي بيحب الليجا هيبقى عارف شكله. انا شفت صورته من الحكام دائم التواجد، زي ما الاستاذ ايمن جاب لنا عدد مباريات، وهو عدد ليس قليل يعني. هو يا كابتن عشان برضو إذا خلينا ننتظر ماذا سيحدث خلال اللحظات القليلة القادمة،
ومباراة ينتظرها الجميع، صراع خططي سويسري، كرواتي يحمل شعار الفوز بثلاثة نقاط. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. جيلبرتو، خلينا برضو نستعرض أرقام بيراميدز اللي يعني واضح أنه بيقدم نسخة جيدة. ماشي، هنبتدي الأول كده كابتن إسلام. بيراميدز الموسم الحالي زي ما قلنا كده بيقدم نسخة مختلفة عن اللي احنا نعرفها عن بيراميدز. جزء كبير منها هو المدرب الكرواتي اللي معاهم اللي مسك الفريق في فبراير، وكانت أول مباراة رسمية لي في 14 فبراير. كانت البداية برضو نتائج متذبذبة شوية لحد ما قدر يسيطر على الأمور. فلو هنبتدي أول حاجة ممكن نبتدي بأرقام نادي بيراميدز في الدوري، نتكلم إن هم حتى الآن لعبوا 27 مباراة، حققوا 21 انتصار منهم 14 انتصار متتالي، وده طبعا ريكورد بالنسبة لهم. اتعادلوا في 5 مباريات وخسروا في مباراة، سجلوا 49 هدف، وبالمناسبة 49 هدف دول في ترتيب الأقوى هجوم في الدوري رقم 2 بعد النادي الأهلي اللي معاه 54 هدف بأربع مباريات أقل. الأهداف المتوقعة بتاعتهم 87 هدف، يعني من هم جابوا 49 جون من 87 هدف متوقع، وده برضو نسبة كبيرة ان هم ده معناه انه بيروحوا على الجون كتير، بيخلقوا فرص كتير محققة للتهديف، ولكن نسبة استغلالهم بالنسبة للرقم ده أقل شوية. يعني النادي الأهلي لما جبناه مع حضرتك الحلقة اللي فاتت لو تفتكر كانت النسبة السنة أعلى من الأهداف المتوقعة. صحيح. بيسجل بشكل أكبر. طبعا استقبلوا 17 هدف من 34 هدف متوقع، وبالمناسبة هم طبعا أقوى دفاع اللي بعديهم النادي الأهلي 20، ولكن برضو في فرق 4 مباريات ما نقدرش دايما نغفل لصالح النادي الأهلي. كلين شيت 16 مباراة، نسبة محاولاتهم على المرمى 410 محاولة منهم 149 محاولة صحيحة، يعني حاجة 35% تقريبا الدقة بتاعتها. سجلوا 5 أهداف من 6 ركلات جزاء، ضيعوا واحدة بس. معدل الاستحواذ بتاعهم على إجمالي المباريات 64%، هو يعتبر من أكتر المعدلات في الدوري، برضو من الفرق اللي بتستحوذ وبتمرر كتير. المعدل دقة التمرير في المباراة الواحدة ممكن يوصل ل 84%، وعندهم ان هم بيعتمدوا على نسبة الكرات او التمريرات الطولية كتير يا كابتن اسلام. وده هنا الارقام دي بتدينا ممكن نتكلم في نقاط القوة بتاعتهم الهجومية. نخش على طول على مايلي اللي هو هداف الدوري وواحد من المهاجمين المميزين جدا اللي عندهم، وخطورته ان هو بيسجل بطرق مختلفة وبطرق متنوعة ودايما متواجد داخل منطقة الجزاء. فبرضو لو استعرضنا أرقامه كمان بالمناسبة هو من أكتر اللاعبين مساهمة أهداف في الدوري 18، مسجل 13 وصانع 5. فنقدر نستعرض برضو أرقامه للناس نبين أن نقاط القوة بتاعت بيراميدز قبل ما نخش على نقاط الضعف. يعني النهاردة لو بنتكلم على مايلي لعب 21 مباراة كأساسي و5 كبديل، 2031 دقيقة مشاركة، سجل 13 هدف من 20 هدف متوقع، ودي برضو نسبة جيدة جدا، نسبة هايلة. طبعا عامل 29 محاولة ناجحة على المرمى من 61، صنع 5 أهداف. فالنهاردة مش بس الراجل بيسجل، لا ده كمان بيصنع. عمل بنتكلم التمريرات المفتاحية أو الكي باس لزمايله 12 تمريرة وصنع 17 فرصة، وهو بالمناسبة زي ما قلنا كده أكتر لاعب صنع ساهم في أهداف في الدوري حاليا مع فريقه. يعني اللي بيجوا اللي بعدهم دول معناش ارقامهم في الجدول كامل يا كابتن؟ لا يعني احنا بنتكلم باستعراض للدوري. يعني كاكتر لعيب هو هداف الدوري حاليا ومع الاهداف اللي هو صنعها، فهو ساهم في 18 هدف، فمحدش لسه في الدوري حاليا وصل في 18 هدف. يعني مصطفى فتحي وسام ابو علي 12، وسام ابو علي مسجل 8 وصنع 4 بالظبط كده، فبرضه قريب يعني ابتدى يقرب. النهارده مصطفى فتحي وفخري لاكاي برضو من اللعيبه المؤثره، هم عندهم الثلاثه اللي قدام. يعني هو بيلعب دايما اغلب الطريقه بتاعته 4-2-3-1، بتحول ساعات ل 4-3-3، هي بتعتمد على اللعيب اللي زي وليد الكارتي اللي في النص ده، هل هيلعب مع الاثنين اللي في النص يبقى ليه ادوار دفاعيه، ولا هيلعب كصانع العاب. فالنهارده هو بنتكلم مصطفى فتحي وفخري لاكاي مع مايلي، هم عاملين توليفه هجوميه جيده. طبعا ابراهيم عادل مش موجود، فخلاص هو اكيد مش هيلعب المباراه اللي جايه، فبنسبه كبيره وليد الكارتي هو اللي هيبدا. ممكن نخش على ارقام المدرب يا كابتن اسلام عشان بعد كده نخش نقول للناس نقاط الضعف، عشان برضو نبقى الناس، عشان الناس زي ما استاذ عصام كده قال وحضرتك قلت، الفكره مش
هو بينافس النادي الاهلي لكن مفيش رعب، ما ينفعش يتصدر ما الرعب ليك او الخوف، ولكن في نفس الوقت بتاخد حذرك. مش زي بتاعت ريتشارد يقولون انه ياكل خروف على العشاء وبتعمل في الدرجات دي يعني. بالظبط، فريق جيد جدا هجوميا وبيلعب كره جماعيه مميزه، والنهارده المدرب يوريزيتش عامل معاهم شغل كويس، يعني واضح جدا شغله في الملعب. هو مدرب برده ليه تجربه عربيه قبل كده مع النصر الاماراتي وحقق القاب قليله، فهو برده بيحاول ان هو ايه يظهر بالشكل. الامس في تجربته مع بيراميدز لعب معاهم 21 مباراه كابتن اسلام، كسب 16 تعادل في 4 وخسر في واحده، دي كانت امام مازيمبي في بطوله افريقيا، مسجل معاهم 39 هدف واستقبل 13 هدف منهم 3 منهم 5 في افريقيا، يعني 13 دول منهم 5 في افريقيا اللي هو 3-0 مازيمبي و2 الفريق اللي هو الموريتاني. فهو الراجل الى حد ما عامل شكل هجومي جيد ودفاعيا مش 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 سيء، ولكن بيراميدز دفاعيا ايه المشاكل اللي بتظهر عنده؟ برده ان هو بنقول المكسب بيجيب مكسب معاه، ولكن برده هو ما لعبش الزمالك مثلا في الدور الثاني، لسه ما لعبش النادي الاهلي المباراتين، لكن هو بيقدر ان هو ممكن يبقى دخل فيه اهداف يحاول بيعوض بقوته الهجوميه. هنستعرض كده الصور هنلاقي ان ابرز حاجه ظهرت في الاهداف اللي دخلت في بيراميدز في الدوري مع الراجل ده فكره الكور العرضيه، او ان انت تلعب خلف الباكات او المدافعين. فالنهارده مثلا دي مباراه فيوتشر هم كسبوها 2-1، النهارده الهدف ده كان كورنر وراح للاعب فيوتشر لعبها كره عرضيه. بص عدد تمركزات لعيبه بيراميدز في الكرات العرضيه، هتلاقي فيه 2 متسابين لوحدهم، وحتى اللي طلع لعبها بدماغه هو كان فيه معاه مان لكن ما مسكوش بشكل كويس. الكره دي برده هتلاقيها اتكررت هنا في ماتش البنك الاهلي، دي ركله ركنيه اتعملت باس خلفي اهو، والراجل لعب الاوفر، الراجل طلع حط الكره بدماغه بشكل سهل جدا. في نفس المباراه بتاعت البنك الاهلي هنا بنتكلم على تمركزاتهم في الارتدادات في المرتدات، فالنهارده البنك الاهلي قدر بتمريرتين ان هو يعمل هجمه مرتده ويروح بالكره دي اللي هي زي ما شفنا كده، والراجل عمل الباس لكريم بامبو اعتقد وسجل من هدف. فهنا النهارده دي برده نقطه ضعف موجوده في فريق بيراميدز. هنا دي مباراه سيراميكا، مباراه مختلفه تماما، دي برده كره عرضيه. بص يا كابتن اسلام، في كام واحد من سيراميكا في ال 18 مقابل كام لعيب من بيراميدز؟ هما كتير، ولكن تمركزاتهم غلط. فالنهارده الراجل الصديقي جوله لعب الكوره، الراجل استلمها وسط اللعيبه، عملها كمان باس لزميله اللي موجود، والراجل شاطها وسجل الهدف. فالنهارده هي الفكره كلها ان الفرقه هجوميا عندها قوه هجوميه جيده، عندهم حلول هجوميه جيده، بيلعبوا على الاطراف وبيلعبوا من العمق وبيلعبوا عرضيه، ولكن دي تتكلم عن الشق الدفاعي، والاربعه تقريبا ما بيتغيروش، الشيبي وحمدي ومرعي وسامي، الاربعه دول لو ما فيش حد فيهم عنده مشكله هم اللي بيلعبوا مع يوريزيتش. مشكله اداريه بالظبط كده، ما فيش اي مشكله اداريه او مشكله ايقاف او انذارات او اصابات او كده، دول اللي بيلعبوا على طول. هم دايما عندهم المشكله دي واضحه. فالنهارده انت لعبت الاهلي ازاي تقدر تستخدم حاجه زي كده، تقدر تستغلها وتجيب منها اهداف، في نفس الوقت هم قوتهم الهجوميه انت تقدر تتعامل معاها بالتمركزات الجيده عندك. فالنهارده تقدر تعمل البالانس ازاي انت يبقى عندك العنصر الهجومي موجود وفي نفس الوقت ما تغلطش قدامهم، لان هم الغلطه يقدروا يستفيدوها، ولكن في نفس الوقت انت لازم تلعب على اخطائهم، واخطائهم دي بتبقى واضحه. يعني مباراه حتى سموحه وهم كسبانين 3-1 الراجل بيتزحلق وهو بيضغط على لاعب سموحه، والكره كانت تروح لحسام حسن بيمررها وبيسجله اهداف. فالنهارده الفرقه عندها نقاط ضعف واضحه جدا تقدر ان انت تلعب عليها وتستغلها وتعدي المباراه بالنتيجه اللي انت محتاجها عشان خاطر المباريات اللي جايه. اهم يعني حاجه ان يلعب بنجوم الاهلي، واكيد طبعا ده بيبقى على خلفيه ما تلقوه من مديرهم الفني والطاقم بشخصيه الاهلي. يعني صحيح. انت تنزل تلعب الماتش، انا جاي هنا عشان اكسب، انا محتاج 3 بونت مع حضرتك، اتفضل سنتر ولا انا سنتر، ابدا على طول بالهجوم. انا اعتقد ان هم بيلعبوا البيلد اب، ما اعتقدش في ماتش الاهلي هيقدروا يستمتعوا بالبيلد اب ده على قد ما انا شايف. وسام ابو علي، وسام ابو علي. طب مين التشكيل من وجهه نظرك يا استاذ عصام؟ تشكيل النادي الاهلي طبعا الشناوي، اعتقد عبد المنعم يعني بقول لك طبعا الشناوي. ايوه، لا يعني هو الوحيد اللي عارف. ما هو الراجل بقى عامل خلطه كبيره، وبرده الجمهورنا خلي بالكم، الشناوي لما بيقعد ما بيقعدش الناس فاهمه انه زعلان. يا جماعه ده بيدي الفرصه للحارس الثالث عشان النادي الاهلي يبقى عنده مصطفى ما شاء الله،
والثالث اللي هو جاي بعد كده، لانه الدنيا ما هو اسلام شاطر اعلامي معنا، ما فيش حد بيستاثر بالمكان. هذا هو النادي الاهلي يا جماعه، مش بقى اصله ما بيقعدش، لا ما فيش كده في النادي الاهلي. مهم جدا جدا ان لا احد يستاثر بالمكان، طبعاً وكل طبعاً الناس دايما اهلاويه طبعاً، ده الاهم يعني. واللي ما يعرفوش علاقه اللعيبه ببعض، ومصطفى بقى والشناوي، وانا عارف ده من سنين طويله يعني. المهم طبعا عبد المنعم ورامي من وجهه نظري، هتلاقي على الشمال طبعا كريم، واعتقد ان عمر كمال عبد الواحد مهيئ انه يلعب باك رايت. نص الملعب بقى انا حاسس ان السوليه ممكن يبدا، ومعاه مروان وامام، الفراوده وسام والشحات، وقلنا مين تاني عندنا الطرف الثاني؟ احمد عبد القادر. لا احمد عبد القادر، ويبقى معاك بقى اوراق استراتيجيه بقى رضا سليم، تقدر تغير طبعا معاك بقى اكرم، ومعاك قفشه، ومعاك هاني، وكهربا اذا دخل طبعا برضو قوه بالنسبه، لانه دي اللعيبه الكبار اللي اي فرقه تعمل حسابهم يعني. صحيح، انا مش حدش هيجي يعمل كبير عليا، الاهلي هو اللي بيعمل كبير على اي حد، مع احترامي ما حدش يزعل طبعًا مني يعني طبعًا. بس فهي شخصيه النادي الاهلي لازم تكون سابقة اللعيبة بدءا من فترات الإحماء لغاية بدء المباراة، وده اللي إن شاء الله أنا عارف إنه ده الدور الطبيعي للجهاز ولاعيبة النادي الأهلي في المنازلات اللي الأهلي محتاجها. هو كده حقيقي. أيمن يعني مش هختلف كتير معاك، وطبعا الشناوي زي ما كولر هو صرح وقال، وخلي بالك دي برضو هو كولر عامل ربكة للكل، حتى دلوقتي عملها في حراسة المرمى يعني حتى حراسة المرمى اللي هي معتادين. استاذ عصام قال تشكيله، ممكن هتقول تشكيله بكره ان شاء الله يعني، بالظبط كده او بعد بكره يعني. فبنسبه كبيره الاقرب كريم فؤاد، منعم، رامي ربيعه، محمد هاني، مروان وامام واكرم، عبد القادر، وسام والشحات. يعني اعتقد دي التوليفه الاقرب من الشكل اللي احنا بنشوف عليه الاهلي في الفتره الاخيره ان هي تبدا المباراه، يعني لاعب او اثنين مثلا عندي لعب وعندك استنوا، عندي استنوا عندك لعب. ده طبيعي لان الفرقه الحمد لله كلها الحمد لله، لو قلت اي اسماء هتجد ان الدنيا موجودين وحاضرين، وجمهور الاهلي موجود يا كابتن اسلام، التذاكر خلصانه الحمد لله، محدش هيستفزنا، محدش هيخرجنا، عايزين ننزل نلعب كوره، هنخلص الماتش كوره، ناخد الثلاث نقط ان شاء الله باذن الله ونروح ان شاء الله، ربنا يكرمنا بثلاثه نقاط. جمهور الناحيه الثانيه بقى يعني ربنا يستر يبقى جمهور ناخد ثلاثة نقاط مهمة جدا إن شاء الله، إن شاء الله يا رب تضاف للنادي الأهلي في المرحلة القادمة. شكرا جزيلا أستاذ عصام. بشكرك كابتن، ربنا يخلي حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا كابتن إسلام. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل النجم الكبير كابتن عمرو الحلواني في ضيافة البيت الكبير.